ولا ما احنا شايفين ولا انا جابتني توحك منكم بدك تزعق الحين حمود يلا حمود افيك تاني قد ولا قد كم واحد خلصت الليلة ونفرح كلنا ونشوف حاجات جميلة طب قولك متعلق الساعة خير كم من أول صورتي حمود ورا نصر عاشور وده صعب جدا ان تجيب اهداف ابنا بصبره وبالتأكيد طبعا هو ده خطير عبد الله يا نهار ابيض يا نهار ابيض بقول لكم لاعب مزعج ولاعب جميل قوي في لاعب في الوسط الاخضر ادي ممكن خطيره كره جميله محتاجه هدف ثاني وادي صاعد على الملعب مش حاجه عاوز يهدئ الامور كابتن اسامه البطل او اللاعب في الرتبه دربانه شهري طبعا كاميرات ملعب المباراه لكن اتمنى من اللاعبين ظن الجميع بالاخلاق العظيمه داخل ملعب الفدائي طبعا الجمهور المتواجد والكاميرات حاجه جميله ما شفناهاش في الملاعب عندنا في قطاع غزه خالص خاصه بالحواري نشوفها في الملاعب او في النوادي طبعا في الساحات الشعبيه ما شفناهاش على الاطلاق ادي اسامه البطه ممكن تصويبه لك جامده لكن خليل بالمصاد يا شباب طبعا ولا حفله عبد العليم متمركز هو زي ما انت بتقول